صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم عرباوية بكامل يعني كامل إمكانياتها، خلينا نقول بعض الأمور الجانبية راح نطلع فيها عن الجانب العرباوي، لكن ضيوفنا اليوم من الجانب العرباوي نتشرف فيهم إن شاء الله، وراح إن شاء الله يسعدونكم ويثرون الحلقة بمداخلاتهم ومشاركتهم. اللي حاب يشاركنا ويشارك ضيوفنا العرباوية، أرقام تلفوناتنا موجودة على الشاشة، ونسعد أيضا دائما بمشاركاتكم وإثراء الحلقة أيضا بمداخلاتكم والاستفادة من مداخلاتكم ومشاركاتكم. اللي حاب يشاركنا عبر وسائل التواصل، حسابنا في تويتر، انستغرام، في السناب شات أيضا موجود أسفل الشاشة. شكر لرعاتنا وداعمينا شركة وينرز العالمية، معقمات هايجين، مياه الترا، مشكورين. عندهم رقم أيضا للتوصيل موجود على الشاشة، الرقم للاثنين هايجين والترا. شكر أيضا لمعرض أسد الملابس الرياضية، شكر لمعرض دير اندير للملابس أيضا، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاء جي فوزيوس في الكويت. قبل لا أبدي وحتى يجهز الاتصال إن شاء الله مع ضيفنا الأول اليوم، ونتشرف أنه يكون معنا عبر الهاتف، وإن شاء الله راح يكون معنا ضيف عبر السكايبي بعد كم يوم، خلوني في البداية أعزي الأسرة الرياضية كافة، وأسرة نادي الرماية بشكل خاص، وأسرة الغربل الكرام بوفاة عضو مجلس إدارة نادي الرماية السابق السيد حسام الغربلي. نسأل الله تعالى أن يسكن فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أيضا اليوم يعني أمس واليوم الأخوان في الهيئة العامة للرياضة والمجهود اللي قاعد يبذلونه مع الأخوان في اللجنة الأولمبية الكويتية، الله يعطيهم العافية، لإجراء الفحص على الرياضيين كافة، سواء لاعبين، إداريين، مدربين. إن شاء الله عندنا تقرير اليوم، أخونا خلف العنزي طلع وصور هذه الإجراءات الطبية، راح نشوفها مع السادة المشاهدين إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله. طلعت بعض النتائج، إحنا يعني بدورنا نتمنى لهم الشفاء العاجل. نذكر طبعا إخواننا وزملائنا اللي نذكر رسميا، طبعا في بعض المعلومات اللي طلعت وحتى الآن لم يعلن عنها رسميا مدى، يعني عشان نكون منصفين، يعني ما أقدر مثلا اتحمد بالسلامه الاخوان لاعبين نادي الكويت في كره الطائره، ونادي الكويت لم يعلن رسميا عن هذه الاصابه، يعني فقط اخونا خالد العنزي يمكن وعبد الله جاسم هم اللي اعلنوا عن هالاصابات، لكن كنادي الكويت لم يعلن، لكن نادي العربي اعلن عن اصاباته، فنتحمد لهم بالسلامه. الاخوان ايضا واخونا في نادي الصبيخات ايضا عايد او عادل العنزي ايضا نتمنى له ايضا الشفاء العاجل، الاسماء اللي طلعت فنتمنى لهم الشفاء العاجل. خلوني اروح لضيفنا عبر الهاتف، اسم رفع اسم الخليج نتشرف فيه، رفع اسم ايضا اسم مملكه البحرين الشقيقه، وايضا هذا شيء يسعدنا ويشرفنا. لاعب منتخب البحرين، لاعب البحريني ولاعب فريق سلافيا براغ التشيكي اللي حقق الدوري، وانجاز يضاف للانجازات اللي حققها اللاعبين الخليجيين في اوروبا تحديدا. ويسعدنا يكون معنا على الطرف الاخر من الهاتف الكابتن عبد الله يوسف. صبحك الله بالخير يا اخوي عبد الله، واحنا باسم كل اهل الكويت بشكل خاص، ترى الرياضيين اللي بالكويت واهل الكويت بشكل عام، نبارك لك، رفعت اسم الخليج ورفعت يعني اي انجاز للبحرين انجاز لنا ككويتيين، فنبارك لك ونبارك لنادي سلافيا براغ بالتاكيد الحصول على لقب الدوري. الله يبارك في مالك، مشكور يا اخوي، هذا شرف لي اشرف بلادي البحرين واشرفكم كلكم، وحبيبي مشكور على الاتصال والتهنئه والتبريك حبيبي، مشكور. الله يسلمك، تستاهل يا عبد الله. حدثنا عن هالموسم، الموسم كان صعب بالتاكيد والكورونا اكيد اثرت شويه، لكن تغلبتوا على الصعاب والله الحمد وحققتوا الدوري. تستاهل الطيب حبيبي، والله الموسم كان شوي طويل وجت كورونا واخرتنا شوي، احنا كنا مضطرين فرق تقريبا 9 نقاط قبل الكورونا، ويات كورونا واول رجعه لنا تعثرنا مبارتين، الحمد لله رب العالمين خلصنا اول امس المباراه
مع الفريق المنافس اللي هو المركز الثاني، فزنا عليه ورحنا فرق التسع مرة ثانية، وآخر ثلاث مباريات إن شاء الله بالدوري بتكون تحصل حاصل للتتويج إن شاء الله. إن شاء الله إحنا بمخرجنا إن شاء الله بيحط لقطات لآخر مباراة لكم، صور إحنا موجودة عندنا من موقع الرسمي لنادي سلافيا براغ. لكن عبد الله، شلون ردة فعل الجمهور، جمهور سلافيا براغ على أداء عبد الله يوسف؟ أمانة يعني أنا ثاني سنة اللي بالدوري التشيكي، الموسم اللي طاف كنت ألعب في نادي بوهيميا براغ، نادي ينافس على الهبوط، يعني ينافس على البقاء في الممتاز، فكان من أصغر الفرق في الدوري التشيكي. الحمد لله رب العالمين، قبل 6 شهور قبل الله خلص الموسم كله يعني عرض لسلافيا براغ، وقعت معاهم في الوينتر يعني في الانتقالات الشتوية، وكملت الموسم مع بوهيميز، وبدأت الموسم الحالي مع سلافيا اللي هي تصفيات تشامبيونز ليج ولعبت الشامبيونز ليج اللهم لك الحمد. فأمانة أنا ما أخذت حقي كامل مع سلافيا براغ، بس ما كان موسمي الموسم اللي طاف، كنت 90 دقيقة الموسم كله. هاي الموسم بحكم نادي عود وجمهور وضغوطات وفريق من اول مباراه ينافس، شيء طبيعي يعني تطلع من نادي صغير تروح نادي عود، شوي الوضع كان صعب على عبد الله يوسف، مو بصعب بحكم الضغوطات، فمعروف العالم كله المهاجم الكل ينطر منه من دقيقه يسجل. صحيح. فالحمد لله رب العالمين، انا كل اردوان عندي عقد مع سلافيا 3 سنوات، انا هاي الموسم خلصت الحمد لله وحققت اللي كان التارجت ان العب تشامبيونز ليج وبطوله. ان شاء الله الموسم الجاي اوعد الكل حتى واعد الجمهور التشيكي ان شاء الله يعني في اخر مقابله لي ان انا اخذ حقي اكثر ويشوفون عبد الله يوسف اللي كان بالموسم اللي طاف ان شاء الله. احنا عموما ما نبي نطرح كل الاسئله لان عندنا في مواضيع تخص الشامبيونز ليج ومشاركتك في الشامبيونز ليج، لكن انت وعدتنا ان شاء الله راح تكون معنا عبر السكايبي في لقاء مطول ان شاء الله، وفي حلقه راح تكون ان شاء الله معك ان شاء الله خلال هاليومين. لكن كلمه اخيره تحب تقولها لجمهور مملكه البحرين، الجمهور البحريني، الجمهور الخليجي، لمحبين عبد الله يوسف ايضا؟ حبيبي والله اول شيء حاب اشكرك على المبادره هذه والتهنئه والاتصال، صراحه هذا شرف لي سهل. وحب اشكر الكل، وهاي هاي هاي حد ذاته شيء فخر لي انه يكون اسم بلادي والاسم الخليج ينذكر في المحافل الاوروبيه. ومن عبر برنامجك هذا حاب اشكر شخص وقف وياي فتره كورونا وقبل كورونا، هو سعاده السفير راشد الهاجري سفير الكويت ببراد بالتشيك، والحين انا يوم اللي معاه كل جمعه جزاه الله خير يجمعنا عنده حق العشاء، فانا من بيته قاعد اكلمك جزاه الله خير من عبر برنامجك حاب اشكره. تستاهل. وهو قاعد يمني. شنو العشاء بس عبد الله؟ اكاف اقول له مشعل. هلا والله، السلام عليكم. السلام عليكم سعادة السفير وصبحك الله بالخير. يا هلا والله، صباح النور، يا مرحبا فيكم، الله يسلمك. اول شيء ساعتك ابرك، اول شيء نشكرك على بادرتك، يعني اليوم اخونا عبد الله يعني صحيح بحريني لكن يمثلنا كلنا كخليجيين ما في شك. ونشكرك على هالجمعه الطيبه اللي تجمع فيها ابناء الخليج، وامانه ترى انا ما اعرفك شخصيا سعاده السفير، لكن اللي قاعد اسمعه من الاخوان اللي قاعد يروحون العلاج برا ويتعاملون مع السفاره قاعد يشيدون بتعاملك واخلاقك العاليه ورقيك، وترى حتى الاخ عبد الله قبل لا نطلع على الهواء قال انتم محظوظين ان عندكم سفير مثل سعاده السفير راشد الهاجري، فهذه شهاده ما هي مجامله لكن حقيقه يجب ان نذكرها لك على الهواء مباشره سعاده السفير. الله يطول عمرك، وهذا عملنا واحنا في خدمة بلدنا وابناء الخليج، وهالمناسبة احنا نبارك لانفسنا وفوز اخونا عبد الله في تشريفه لنا في بطولة الدوري التشيكي ومشاركته في ابطال اوروبا للمرة الثانية، هذا شرف يعني. وبالعكس احنا عبد الله اخونا وهالبحرين اخواننا واشقائنا وكلنا خليجيين يعني ايد واحده، وبالعكس يعني هذا شرف لنا. وبهالمناسبه انا ابارك لكم وبارك للشعب الخليجي والشعب البحريني تحديدا بفوز اخوي عبد الله في مسابقه الدوري. هذا العشاء مناسبه الفوز بالدوري ولا هذه يعني دائما يمعه اسبوعيه عندك سعاده السفير؟
والله هو قبل الكورونا كانت في جمعه زين. نعم. كل جمعه، لكن احنا اليوم سوينا استثناء لان الشيك فتحت قللت من الاجراءات وكذا، فلقيناها فرصه نسوي احتفاليه بمناسبه فوز اخونا عبد الله بالدوري، سوينا له باربيكيو شويه، وفي عدد محدود من الاخوان، السفاره السعوديه والسفاره الكويتيه اخواننا واخونا البحريني طبعا. اي والله يستاهلون، فان شاء الله يكون لكم فرصه ان شاء الله تجون الشيك ونقوم بواجبكم بعيد. والله مو مقصرين، مو مقصرين، هذا اللي سمعته من اللي يتعاملون معاكم سعاده السفير، فالله يعطيك العافيه ورايتك بيضه وبيض الله وجهك، واللي قاعد تقوم فيه هذا بالتاكيد يعني شرف لنا ايضا ان يعني انت تمثل الشعب الكويتي، فاليوم الدور اللي قاعد تقوم فيه بتكريم اخونا عبد الله هذا بالتاكيد يعني شرف لنا، ورايتك بيضه يا سعاده السفير. الله يطول عمرك، وهذا واجبنا وتوجيهات قيادتنا، وبالعكس احنا قاعد نأدي دورنا والحمد لله رب العالمين. ومره ثانيه ابارك لكم، مشكورين على هالفرصه اللي اتحتوها لنا، وهذا اخوي عبد الله معاكم ثاني مره، تحياتي للاخوان اللي معاكم. مشكور، مشكور سعاده السفير. شكرا لسعاده السفير الكويتي في جمهوريه التشيك في العاصمه براغ تحديدا، سعاده السفير راشد الهاجري، والله يعطي العافيه. عبد الله احنا ان شاء الله مثل ما وعدتنا ان شاء الله راح تكون معنا في لقاء مباشر بعد كم يوم، لان عندك ايضا انت مباراه عقب باكر، فنتمنى لك التوفيق، فكل الشكر لك، ومره اخرى نهنيك باسم كل الرياضيين الكويتيين بمناسبه فوزك في الدوري التشيكي. حبيبي حبيبي الله يخليك، مشكور وما قصرت، وان شاء الله عقب كم يوم نلتقي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لنا. نشكر لاعب نادي سلافيا براغ ومنتخب البحرين عبد الله يوسف، واول تصريح يمكن واول لقاء مباشر بعد تتويجه باللقب، وفخر لنا وشرف لنا اليوم ان نكون احنا اول من يتواصل مع اللاعب البحريني ويهنيه بهذا الانجاز. ومره اخرى نشكر ايضا سعاده السفير راشد الهاجري اللي بالفعل يعني عمل الواجب بحق اخونا عبد الله ويستاهل هالتكريم باسم كل الكويتيين. خلينا ننتقل لضيوفنا عبر السكايبي اليوم، نسعد بوجود ضيف تألق خلال هذا الموسم وعيننا عليه بارده، يمكن هالتألق ايضا ما يندرى منه اللي عينه حاره خلاه يصاب، لكن هذا قدر الله ونقول قدر الله وما شاء فعل. معانا اللاعب لاعب النادي العربي كابتن محمد صفر، وان شاء الله نقول لاعب المنتخب ان شاء الله مستقبلا. حياك الله يا محمد، صبحك الله بالخير، وايضا يؤسفنا ان سمعنا خبر اصابتك بالكورونا. الله يحييك حبيبي ابو سعيد، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله على كل حال، يعني ذكر قوله تعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والحمد لله على كل حال تم تشخيصي لا إخواني اللاعبين والإداريين بالنادي العربي، والحمد لله طلعت النتيجة إيجابية. متى صار الفحص محمد؟ اليوم كان الفحص ولا أمس؟ عفوا، الفحص كان اليوم ولا أمس؟ لا كان امس الفحص في الفتره الصباحيه وتم تشخيصي، لكن الحمد لله طلعت النتيجه ايجابيه. الحمد لله عليك، بس ما يعني انت حسيت شيء مثلا سخونه، كحه، الاعراض اللي يقولون عنها يعني اللي دائما مصابين في الفيروس، ولا ما فيك ولا شيء من هالامور؟ لا لا الحمد لله على كل حال، انا فقط حامل مرض لكن مو مريض فيه، واي ما فيني اعراض الحمد لله على كل حال. الحمد لله. بس حامل المرض فقط. زين. خليني ارحب ايضا بزميلنا ومحللنا ومدرب الوطني الكابتن محمد كرم، حياك الله يا ابو علي، صبحك الله بالخير. الله يحييك، صبح عليك وصبح على لاعبنا محمد صفر وعلى المشاهدين الكرام. محمد طلع في كورونا يقولون يا ابو علي. الله يسلمك. محمد طلع في كورونا، ما اعطينا عين الظاهر.
من كثر اقول من كثر ما يلوث الصوب مو قاعد مكان واحد ما يقعد. زين جاسم ما حاشته كورونا فحصوه ولا بعد؟ لا ما فحصوه انه يوم الثلاثاء موعده. زين اشوي اذا 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 طلع ولا يقول ان شاء الله ما في شيء إيه؟ طلع في شيء بطرده من البيت. ودع عند محمد صفر. خليه يقعد عند محمد صفر. طيب عموما قبل لا ندخل في الحوار عندنا تقرير بسيط عن محمد صفر خلينا نشوفه مع السادة المشاهدين وبعدها سنعود. شكرا اخوي فواز صلال على قراءة التقرير. ابدي مع محمد بالقصة اللي انذكرت في التقرير قصة اللابتشين. شنو قصة اللابتشين محمد؟ قصة اللابتشين هذا اللابتشين من الموسم اللي طاف اعتقد او اللي قبله عندي. والله ما انشق هذا انا محتفظ فيه. ما انشق ما صار في شيء. لا تقطع هو مو ما انشق بس انا محتفظ فيه يعني ما ادري اتفائل بهاللابتشين حتى لما اغيره ما ارتاح فيه بالملعب. زين شو تلعب باللابتشين نفسه يعني هذا من سنتين؟ اي من سنتين العب هاللابتشين حتى غيرته في مباراه من مباريات كاس سيدي صاحب سمو ولي العهد مباراه النصر على ما اعتقد غيرته كلش ما كنت زين المباريات اللي بعدها رديت لبسته مره ثانيه. يعني اللي بيسوي فيك دقه يبوق اللابتشين. اي اروح وطي. بو علي ايش رايك بهال يعني بهالنقطه هذه؟ في ناس وايد يعني عندهم الامر هذا التفاؤل بامر معين نفس محاصل مثلا مع محمد موضوع اللابتشين. انت في شيء عندك معين كنت تتفائل فيه؟ احد من اللاعبين مثلا يعني من جيلكم من جيل النادي العربي كان يتفائل بشيء معين خلينا نتعرف عليه؟ يعني هو التفاؤل زين احسن من التشاؤم يكون متشائم بس ما اعتقد انه يقعد انه يكون سبب في الفوز ولا سبب في هالامور هذه فاعتقد انه خليه يتفائل بس لا يكون متشائم بس خليه يغير اللابتشين يا معود لا يتم على لبس اللابتشين. ما دام لا ان شاء الله لا ان شاء الله الصراحه انا دائما يمكن انتم تدري بسعود انا دائما كنت اشيد محمد صفر وطبعا صحيح. الشغله الحين بيده هو طبعا هو الحين لاعب صغير وبدايه الطريق وان شاء الله مستقبله وايد زين يعني انا اشوفه فالشغله بيده هو لازم يتحمل مسؤوليه وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه وقد الثقه هذه اللي موجوده يبي يصير لاعب بيده يبي ينهي نفسه بيده يعني الشغله بيده طبعا احنا ندعم يمكن بالاعلام بالنصيحه بهذا المدرب ممكن يعطيه فرصه دام المدرب يمكن بنت صغير يمكن يعلمك اساسيات كره القدم المدرب لكن مع الوقت انت تصير انت تبي فرصتك بس اذا حصلت الفرصه لازم تستغلها استغلال صح وانت نعم. من اللاعبين اللي استغلوا الفرصه طيب. لازم تكمل بهالمشوار زين والتفاؤل شيء زين ان شاء الله دائما تكون متفائل زين عطنا سالناك سؤال احنا ابو علي انت تتفائل بشيء معين في احد من اللاعبين العربي ما ندري والله. عنهم لاعبين النادي العربي من ربعك يتفائلون بشيء معين مثلا والله ما كنا ماكو شيء معين والله نتفائل فيه كنا نطق الفرق ونمشي ايامنا اي صح طيب ماما طيب ابو محمد ايش اللي خلاك تروح على كره القدم يعني حسب اللي شفناه في التقرير ان انت من اسره يمكن او الاخوان يلعبون كاراتيه اي عاد الجودو لا عفوا جودو بالجودو جودو اي جودو فايش اللي خلاك تروح كره القدم اي عدل مثل ما ذكروا بالتقرير انا تبي الصراحه جسمك مو جسم جودو على قولتهم مترعرع بعائله رياضيه والعائله كلها بالجودو حتى اعمامي عندي اثنين من اعمامي ايضا يلعبون لعبه الجودو واخواني مدربين والوالد مدرب سابق لكن انا بروحي كذي طقيت اشاره يمين على قولتهم من الوالد وانا بصغري فكنت أبي أشارك بطولة من بطولات الجودو
واعتقد كمل العدد عنده، كان يقول لي حمود ما دورت لعبه ثانيه. من يومها انا خلاص غسلت ايدي من الجودو ورحت الكوره. زين انا ايش معنى العربي يعني؟ حسب ما عرفت ان عندك اخو قدساوي. اي انا اخواني كلهم قدساويه بس انا من عائله عرباويه. شلون اخوانك قدساويه عائله عرباويه؟ فهمنا الـ 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 يعني انا ام الوالد والوالده وانت صاعد عرباويين. ايه اما اللي معاي قدساويه. يعني انت رحت على الوالد والوالده الله يخليهم. اي انا على الوالد والوالده. يعني عشان ما تبي تزعل الوالد والوالده، عندك بر، بر للوالد والوالده. اي هذا بر. ايوه زين. يقولون الوالد رفيج كرم، صدق رفيج محمد كرم؟ ارسله موج. شلون؟ عم موج شوفه. شلون محمد؟ موج ارسله. اسال محمد. يا اسال محمد. ابو علي انت رفيج والد محمد صفر. اي اي ابو علي حسين هذا رفيجنا صديق، يعني صديق قديم ومانا، وبعدين بطل جودو كان، ابو الوالد كان هو بطل جودو على مستوى المنتخب وعلى هذا، وصار مدرب جودو وزميل فعلا، بس كنا نخاف منه، خاف يطقنا معض. لا اله الا الله. شلون زين شلون محمد طلع شيء ضعيف ابو علي؟ ها ما ادري شلون طلع بالغلط. بالغلط طالع. زين محمد والله يعني شوف البنيه الجسمانيه، ما حاولت مثلا يعني تدخل نادي صحي حديد الامور هذه اللي شوي تقوي العضلات تقوي الاجسام مثلا؟ لا بالعكس، يعني اكيد احاول اطور جسمي كثر ما اقدر وبالامكانيه اللي عندي او فوق طاقتي، لان تدري انت الوالد والاخوان الجود اللي تهتم بالبنيه الجسمانيه. صحيح. فانا قاعد ابذل طاقتي وفوق طاقتي ايضا علشان بس اعدل جسمي، لكن ان شاء الله يعني الوضع يبي الوقت. نعم مثل ما يقولون مو سرعان ما ينبنى الجسم. نعم. المشكله المشكله عندك محمد، لان اعتقد انت مقاسك اكس سمول صح؟ اكس اكس سمول عدد. بعد اكس اكس. لا اكس سمول صح. لا يا معود خل جسمه، يا معود وبس اهم شيء يلعب مخه، اهم شيء مخه، خل جسمه اللي هو. وبعدين بالعكس ترى يعني صح جسمه بنيته ضعيفه لكن جسمه قوي لا اله الا الله. هو التقويه بالحديد. تدري ليش ابو علي؟ لان في بعض الجماهير وبعض الاخوان يطلبون تيشيرت محمد، فمتوهق محمد ما يقدر يعطي التيشيرت حق احد لان المقاس مو متوفر. اذا يبون تيشيرت مالي يروحون مادر كير يشترون جسمه، يشترون فريلته. طيب محمد خلينا نتكلم عن الفريق هالموسم واداء الفريق هالموسم. البدايه يعني يقولون ان البدايه وهذا النتائج هي اللي تتحدث كانت يعني غير مرضيه للجماهير، البعض حملها للمدرب السابق الاسباني، البعض حملها لكم انتم كلاعبين، البعض حملها للاداره، يعني كل واحد حط اللوم على احد. انت من وجهه نظرك منو يتحمل البدايه يعني ما كانت موفقه من الفريق؟ أول شيء طبعا مثل ما قلت عدل كلامك، النادي أو لعبة كرة القدم بالنادي العربي بالفترة الأولى بداية الموسم كان عايشة على قولتهم وعكة صحية، أو في فراغات ما كانت مليانة بالفريق، ما اللاعبين فقط او الاداره فقط او مثلا الجهاز الفني فقط، ايد واحده ما تصفق يعني، فيتحملها كافه يعني اللي قاعد يشتغلون كافه الاطراف. نعم. كافه الاعضاء من اللاعبين او الفنيين او الاداريين هم اللي يتحملونها، تداركوا الموضوع والفريق قام يقدم مستويات طيبة تليق باسم النادي،
وإن شاء الله إحنا كثر ما نقدر يعني نحاول نسعد الجمهور العرباوي. نعم. الآن المستوى في تصاعد محمد، هل التجانس علي. أصبح أفضل؟ هل المدرب عمل شيء يعني السيد داركو مع الفريق؟ تحس إنه في تغيير حصل ما بين المدرب الإسباني والسيد داركو؟ اي طبعا، انا بالبدايه انا ما يعني ما كنت صاعد خلال فتره المدرب الاسباني، نعم، لكن انا صعدت مع المدرب داركو، وهو المدرب الوحيد اللي انا طبعا لعبت تحت قيادته، والحمد لله يعني بالعكس اشوف المدرب داركو عنده الروح الاجتماعيه مع اللاعبين، عنده روح الاب ما بينه وبين اللاعب، ويعرف شلون يستحوذ على اللاعب، يعني يكلمه بطريقة معينة علشان يعني يحتويه مثل ما يقولون، نعم. والحمد لله يعني قام يمشي الفريق مع داركو. نعم ابو علي، يعني شوف اليوم في 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 فريق العربي في مواهب، بس تحتاج انها تعطى فرصة، ومحمد صفر واحد منهم. يعني شوف ابو سعود، احنا من زمان قاعد نقول هالكلام. احنا مشكلتنا بالعربي، ترى انا اتكلم الحين مالي شغل باقي الانديه، مشكلتنا بالعربي يعني ان كانت هالمشكله، ان ما يعطون فرصه حق اللاعب الصغير، دائما ما عندهم ثقه باللاعب الصغير، دائما ان معتمدين على ما يخالف الخبره ضروريه، لكن لازم تدمج وياهم لاعبين صغار. فاحنا الموسم هذا وحتى بالمواسم السابقه كان الاهتمام بالبراعم والاشبال والناشئين كان وايد زين، وزين انه المدرب هذا من المراحل السنيه، فعارف اللاعبين الصغار، فسحب وياه كذا لاعب صعدهم وياه، وهذا المفروض اللي يصير. احنا مشكلتنا ان اللاعب ننطره يصير عمره 23 22 يلا نعطيه فرصه. ليش؟ اللاعب يمكن اذا 16 سنه 17 سنه يمكن يبرز، عطى فرصته خليه يثبت. يعني اللاعب واللاعب متى يبين لما تعطي فرصته. فاحنا هذه المفروض بالعربي هالسنه فعلا ان كذا لاعب صغير يعني تلعب مع محمد، يمكن كذا لاعب عشان ما بينسى، كذا لاعب لعبوا وبرزوا، ليش خذوا فرصتهم؟ وهذا لازم يصير بالنادي العربي من زمان، مع لاعب بعض اللاعبين الخبره، واكو لاعب، وهاي سنه في الحياه، اكو لاعبين بعدين خلاص يعني ما يقدر، بس خلاص عطى ما قصر، مشكور، تعطي فرصه، يعطي فرصه حق غيره. فاعتقد ان اليوم العربي قاعد يمشي صح، انه قاعد يعطي فرصه حق اللاعبين الصغار، ولازم تعطيهم فرصه مع بعض اللاعبين اللي عندهم خبره، مو خبره اللي يكون عمره فوق 35، لا خبره حتى يمكن لاعب مباريات، لاعب موسمين ثلاثه اربعه، هذا يعتبر عنده خبره خلاص، لاعبه مع اللاعب الجديد. نعم. المفروض هذا اللي يصير بالعربي، فقاعد هذا اللي حصل، وهذا اللي كنا نتمناه وفعلا صار الحين، وهذا داك المدرب زين انه كان من وراء السنين مثل ما قلت، وعطى فرصه حق اللاعبين، وعارف اللاعبين اعطاهم فرصه، يعني حتى انا يوم التجديد انه تجديد المدرب بدايته صح ما كانت زينه، لانه يمكن ما يعرف الفريق ولا تو، لكن بعدين لا بدا الفريق يمشي، وشيء زين انك تكون في شيء تصاعدي بدل ما تكون فوق وتنزل، لكن من تحت وتصعد هذا شيء زين، شيء ايجابي. فاعتقد نعم. انه بدا يمشي الفريق. نعم. اعتقد انه شيء زين، والباجي يعني والباجي مثل ما قلت بدايه الكلام بسعود على اللاعب نفسه. لاعب انت بعد ما تجي والله تعال والله لاعبه والله عشان والله انا عارفه، لا يعطيك فرصه. المدرب يعطيك فرصه، اعطاك فرصه هني عاد عليك انت الباجي على اللاعب، اثبت نفسك، استغل هالفرصه، تكلم فيها. صحيح. محمد قبل صار مع محمد وان شاء الله مع باجي اللاعبين بعد. نعم. محمد قبل اروح حق الفاصل بس بنوريك تغريده للاعب خبره طبعا، ويعني هو يمكن كثير من اللاعبين من المتابعين اشادوا فيك، احنا بنشوف التغريده مع الساده المشاهدين ونقراها لك. هي التغريده لمساعد ندى لاعب المنتخب الكويتي ولاعب نادي السالميه قلب الدفاع، يقول اتمنى ضم محمد صفر لاعب النادي العربي للمنتخب واعطاه الفرصه الكافيه، لاعب موهوب صغير في العمر وامامه مستقبل اذا استمر بهذا العطاء. عندنا مشكله كبيره في الكويت في السنوات الماضيه في مركز الباك اليسار، عندك لاعب صغير وموهبه جاهزه في المشاركات القادمه. هذه تغريده من مساعد ندى واشاده من مساعد ندى، ابي تعليقك عليها بعد ما نروح الفاصل وبعد ما نريح شويه بالفاصل وبعدها سنعود.
حياكم الله ويانا ضيوفنا عبر السكايبي مدربنا الوطني كابتن محمد كرم ولاعب النادي العربي الشاب محمد صفر. محمد طبعا صبح عليكم الخير مرة أخرى. محمد شفت تغريدة مساعد ندى وأمانة هذه شهادة من الجميع، يعني الكل أو خلينا نقول الأغلبية قاعد طالب بضم محمد صفر المنتخب بإعطاء الفرصة للمنتخب. البعض الآخر يقول ما له داعي هالإشادة بمحمد، لا تخلونه ينغر، لا تخلونه بعدين يعني يمكن المستوى يطيح. فأنت رأيك هل بالفعل شايف نفسك قادر على أنك تنضم للمنتخب، جاهز لتمثيل المنتخب؟ أول شيء مسعيد طبعا هذه شهادة كبيرة، لاعب كبير مساعد ندى كابتن نادي السالمية وكابتن نادي القادسية السابق، أوجه له تحية طبعا. هذه الإشادة أنا يعني أعتز وأفتخر فيها، وهي شهادة وسام لي أنا على أني أنا مستعد أو لا. طبعا يعني على قولتهم لجل الكويت إحنا حاضرين، الحمد لله أنا إن شاء الله بأتم الاستعداد، ويعني إن شاء الله يعني نكون عند حسن الظن دائما. نعم يعني النقطة اللي ذكرها أبو طلال أخونا مساعد قلة في مركز الباك اليسار، شنو السبب أبو علي؟ يعني هل المركز هذا بالفعل يعني عندنا نقص؟ يعني كل هال خلينا نقول كل هالملاعب كل هالأندية كل هالكثافة السكانية خلينا نقول في بعض المناطق مثل الجهرة والأحمدي، ثلاثة وأربع أندية في الأحمدي، نادي الجهرة ما شاء الله في منطقة مليئة باللاعبين، معقولة ما عندنا باك يسار؟ شوف بسعود، وطبعا الاستعمال الغير اليسار يعني سواء كان باك او جناح او هجوم شوي يعني مثل تقول عمله نادره دائما العالم، يعني اغلب شيء باليمين. لكن انا قبل لا اروح حق الموضوع واكمل عليه، لكن انا اقول حق محمد، انت يعني تقول كلام انه ينقض، قلت هالكلام الحين ارد اقوله، بيده هو غر بعد هو ينهي نفسه، يعني خل لا بالعكس الحين كل واحد يقول ان محمد صفر لاعب ولاعب المستقبل، وهو لازم بينه وبين نفسه ولازم حتى يقول ان شاء الله عندي احسن بعد، انا الحين بدايه الطريق وبالعكس احسن، وهذا ينغر ما ينغر هذه مشكلته هو مو مشكله واحد ثاني، يعني هذه مشكلته هو لازم يعالجها وان شاء الله مو بعيد عن هالشيء. مثل ما قلت احنا عارف والده ويده على خلقنا من عائله محترمه، يعني مع احترامي للجميع، لكن اعتقد ان هذه الشغله بيده هو، ينهي نفسه يعطي يكون قد الثقه وبالعكس ويقول هاي البدايه، يقول انا للحين ما وصلت هالمستوى، لازم يكون عنده طموح اكثر من كذي انه يوصل. هاي بالنسبه حق محمد صفر، عشان لا تقول لي انقر، هذه الشغله بيده، ينهي نفسه ويكمل، بيده هو بيد اللاعب نفسه. الشغله الثانيه بالنسبه للباك الشمال، فعلا يعني حتى احنا من سنين يمكن الباك الشمال كنا نعاني منه، يعني احنا اذا تتذكر في يوم ابو سعود ان وليد الجاسم لاعب منتخب لعب كاس العالم ويانا من لاعبين ولعب ويانا وفي كاس اسيا وكل هذا، ترى كان يستعمل ريله اليمين، فكارلوس يابا حطه ناحيه الشمال، شوف لاعب يمين. نعم. يمناوي، يعني قولتهم بالكويتي يمناوي مو عسماوي، باليمين حط باك شمال لانه كان فعلا باك الشمال شوي عمله نادره، فاعتقد ان فرصه اللاعب اللي يبرز هالمركز انه يستقل هالفرصه انه وجوده ويثبت نفسه، بس والله انا بلاعبوني والله عشان والله انا العب بريل يسار العب، لا، مع اثبات وجودي انه لاعب استحق ان العب هالمركز. نعم. فاعتقد انه فعلا يمكن الريل اليسار مستعملها شويه مو موجوده مثل اليمين، اليمين كنت حصل اغلب اللاعبين يستعملون اليمين. نعم. وبعدين في خاصه الحين في الوقت هذا بسعود. نعم. في شغله ان نادر تحصل لاعب يستعمل ريله الثنتين يمين ويسار، لاعبين قبل مثل كايبلك مثال كجاسم يعقوب اليمين ويسار نفس الشيء عنده، مع انه يمكن يمنع ولا يمين ويسار وايدين المواهب، الحين يمكن مو من ريلين
فاعتقد فرصه الحين هذا ان هذه فرصته انه يستغلها المركز هذا وريلا هذا اللي يستعملها اليسار انه يستغلها ويثبت نفسه ويفيد فيها الفريق اللي يلعب فيه سواء النادي. نعم طيب كره القدم كره لان كره القدم كره جماعيه فلازم يكون اداء لخدمه الفريق. نعم محمد انت من بدايتك باك يسار ولا كنت في مركز ثاني ومدرب اخر فضل انك تلعب باك يسار يعني المركز اللي كنت تلعب فيه من البدايه؟ اي انا بدايتي كانت بسعيد في 2007 اول ما دشيت النادي العربي. بدايتي لعبت كلاعب جناح، بلشت كلاعب جناح لمدة تقريبا سنتين أو ثلاث سنين مع البراعم، لكن يا مدرب الله يذكره بالخير خالد حافظ، أي خالد حافظ هو اللي غير مراكزنا، فكذا لاعب كان يجربه في أماكن معينة وجربني أنا في باك اليسار والحمد لله لليوم أنا ألعب باك اليسار. أبو عبد الله كانت له نظرة، صبح عليه بالخير كابتن خالد حافظ. أبو سعود تفضل تفضل. أبو سعود ترى الحين على طريقة اللعب بعد، يعني يمكن الحين في المدرب يلعب 3-5-2 كمثال. نعم 3-5-2 شلون الطريقة هذه؟ ان هذا يلعب باك وهجوم يدافع وهجمه سوى ثلاث دفاعات، فيصير في الخمسه شنو يهاجمون يدافعون نفس الوقت، فهو ممكن تستغله في الدفاع وفي الهجوم في هالمركز هذا يدافع وهاجم نفس القوه، لان على نفس طريقه اللعب فلا يقيد نفسه، خليه يكون انه لخدمه الفريق وشنو يلعب يهاجم ويدافع، يمكن على حسب طريقه، يمكن لاعب مدرب يلعب 4-4-2 في مدرب يلعب 3-5-2 الخمسه لازم يدافع وهاجم نفس القوه. طيب محمد صفر ما دام لاعب بالبدايه بالهذا فعنده الخبره هذه، فهذا شيء زين حقه. نعم يخدم الفريق فيها. انت شو تفضل محمد، الجناح ولا الباك صراحه؟ لا الصراحه انا افضل مركز الباك ارتاح فيه اكثر. اها طيب شنو قصه الجلوفز؟ يعني تعودت على هالمركز هذا. شنو قصة الجلوفز محمد؟ يعني يقولون طالب يمكن درزنين وتحرص دائما انك تلبس الجلوفز، قبل كورونا ولا بعد الكورونا ولا عندك خبر انه في كورونا ولا شنو الموضوع؟ لا ما كان عندي خبر انه في كورونا، بس كذي يعني لقط يمكن جاي يعني مرة فعلى طول طلبت الجلوفز. شلون؟ لا هو عفوا الجلافز هذا يعني بدايته اول مباراه لي كانت مباراه النصر. ايه مباراه النصر لعبتها بالدوري ما كنت لابس الجلافز، لكن بعدها المباراه اللي بعدها على طول يرموك لبست التسوس، و يعني مثل ما يقولون بدايه خير كانت، وهم هذا نوع من انواع التفاؤل يعني. بعد هم التفاؤل بعد التسوس وقت المباراه لابسين العتيش تفاؤل تسوس تفاؤل، لكن تسوي عمل تسوي مو يسوي سحر يسوي اعمال ما يشوفون زين. ابوك يلعب ابوك بالجودو يلعب باك شمال ولا باك يمين؟ بالجودو باك يمين الوالد والله صدق كلام ترى ابو علي وايد عندك شغلات تتفائل فيها محمد. تتفائل فيها اي انا عندي كذا شغله، يعني عندي طقوس على قولتهم طقوس معينه احب اسويها انا قبل المباراه كذي. مثلا يعني اتفائل فيها، يعني احد طقوس انا اساسا قبل المباراه مثلا المباراه بالليل انا العصر اتصل على واحد امسي عليه بالخير، اتصل عليه احب اكلمه قبل المباراه. منو هذا؟ فيعني اتفائل واحد من عيال خالتي. اي شو اسمه؟ اي حمد اشكناني. لا 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 تقول اسمه بعد يعني واحد يتصلون فيه لاعبين القادسيه. اي الحين لا فانا احب اتصل عليه قبل المباراه وكذي
يعني كنوع من السفائر. وبعدين قبل المباراه مثلا بالباص او انا رايح الملعب احب اسمع شخص معين، يعني اسمع له وانا رايح، وقت المباراه احب البس لتسوس. وايد والله، وايد شغلات، وايد شغلات والله. اي وايد شغلات. ما سمعنا ابو علي شنو شنو اقول. 90 دقيقة بالملعب، 90 دقيقة اعمال اعمال قبل اعمال قبل 90 دقيقة اعمال. بعدين لما تدش الملعب دش بيدك بريلك اليمين واطلع بريلك اليسار. ابو علي ما اعتقد انطرد في مره المرات لا بالمراحل ولا حتى فريق الاول صح؟ ها شلون؟ عفوا محمد. اي ما سمعتك عدل. ما اعتقد تنطرد انت بالملعب مع انك مرات مدافع. انطرد؟ لا الحمد لله، الحمد لله ابو سعيد. انا اخر انذار خذيته اقول بسعود بعد على 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 الاعمال، على الاعمال او ثلاث سنين الحكم ينطرد وهو ما ينطرد. محمد وعلي يقولك على الاعمال اللي تسويها وهم تنطرد. ما لا تنطرد بعد. لا لا ما اقول لك انا اقول محمد الحكم ينطرد. ما كنت اسوي اعمال. محمد الحكم ينطرد انت ما تنطرد. زين احنا نوريك لقطه حق واحد ينطرد، نوريك اياها وشوفها مع الساده المشاهدين وبعدها سنعود. خلاص النقالة طبعا لما تدخل عادة يخرج اللاعب بالنقالة، يخرج اللاعب بالنقالة علشان ما ياخذ انذار. وشوف الحكم شوف مع قانون سلي او في شيء كرم يقول عاد اكثر من مرة. شوف طلع كرم برا عيسى الجسام يقول انا على طول يعقوب لهيب رمية التماس الى محمد بليان. الله يرحمه حكمنا الدولي السابق العم عيسى الجساس رحمة الله عليه. تذكر اللقطة أبو علي ولا؟ والله انا مدرب منطرد اكثر من اللاعب. ايام اللي كنت بلعب العب ما انطرد، ايام مدرب كله مطرود. ما اتذكر والله يا مباراه، بس الله يرحم عيسى الجساس اللي وياه لا رفيج بسكندر اللايمن محمود بسكندر رفيجه بعد. هو اللي رفع الرايه، هو اللي يطردك. هو اللي رفع الرايه بالديوانيه توليت اطراقات. بس هذه المباراة كانت اعتزال كابتن راشد بديح، وما ادري كنت معصب الظاهر ما او زعلان، ما تذكر يمكن المباراة والي. ها والله وايد منطرد وانا مدرب. ادري والله. وزين محمد شنو المباريات اللي هالموسم يعني خلينا نقول مباراة تشوفها انها افضل مباراة لك ومباراة تشوفها انها اسوأ مباراة لك في هذا الموسم؟ طبعا افضل مباراة لي هالموسم الحمد لله شفنا لعبنا او لعبت مباريات عديدة يعني، وكلهم الحمد لله يعني قدمت فيهم نوعا ما المستوى اللي اكون فيه يعني عند حسن ظن المشاهد. لكن افضل مباراة قدمتها هي مباراة اليرموك يعني البداية اعتقد، لان خذيت بالمباراه رجل المباراه او افضل لاعب. صحيح. فهذه انا اعتبرها يعني افضل مباراه لعبتها بهالموسم. لكن أسوأ مباراه كانت على ما اعتقد مباراه الشباب، كانت بالدوري، فانا ناطر اي لحظه يصفر فيها الحكم يعني.
الظاهر لدرجة أن يعني صفر خلاص يم المدرب، قلت لمه وادش الغرفة خلاص. ما كنت لابس اللابتشين يمكن بهالمباراة. اي كنت لابس لابتشين لون ابيض يمكن عشان شيء ما كنت زين. شنو متوقع حق العربي في بطولة كأس سمو الأمير محمد؟ وين تتوقعون راح توصلون؟ لا طموح اي لاعب بنادي او اي نادي مشارك طبعا هو الحصول على اغلى الكؤوس، كأس صاحب سمو امير البلاد، لكن يعني الحمد لله احنا قاعد نقدم مستويات حلوه، مستويات طيبه نفس ما قلت لك تليق باسم النادي، وان شاء الله يعني متفائلين خير. نعم ان شاء الله باذن الله الكاس يعني ما يبعد. ابو علي ايش رايك، تتوقع يعني العربي هالتوقف راح ياثر على الكورونا، الازمه اللي قاعد يمر فيها الفريق، خلينا نقول كازمه كورونا، تدريبات الان 3 أو 4 لاعبين اعلنوا اصابتهم في الكورونا، تعتقد الفريق سيعود بقوه، سيعود بسرعه، ولا سيتاثر في ظل هذه الازمه؟ لا هو شوف مسعود، شوف مسعود، الوقفه اثرت علينا احنا الصراحه، الفريق مشى في الفتره الاخيره قبل الكورونا، مش هالفريق مش تفائلنا خير، قلنا يمكن بنسوي شيء فعلا، لكن ما ادري فعلا انا اعتقد راح تاثر، لكن الشغله بيد اللاعبين بعد، لازم يردوا يعني لمكانهم والاداء اللي ادوه في البدايه، يعني في الفتره الاخيره لازم يردون، فاعتقد فرصته لازم نقدم، لان اول شيء محترفيننا على مستوى جيد يعني ثبتوا، هاي الشغله لازم يستغلون هالشيء، عندنا لاعبين صغار زينين مع بعض اللاعبين اللي عندهم خبره، فاعتقد ان الفريق ممكن يقدم شيء، يعني انا متفائل انه راح يقدم شيء في مع رجعه الدوري، سواء في الدوري او في كاس في كاس في كاس الامير. نعم عموما خل نروح حق فاصل قصير وبعدها سنعود. حياكم الله ويانا، جزنا الاخير مع ضيوفنا عبر السكايبي، وان شاء الله ايضا بناخذ بعض الاتصالات بعد شويه. محمد، منو من المحترفين عجبك هالموسم في سواء في العربي او في فرق اخرى؟ عفوا ما سمعت عدل ابو سعيد. المحترفين اللي عجبوك هذا الموسم سواء في العربي او في حتى انديه ثانيه، تحس انه محترف يعني ضاف شيء، قدم مستوى طيب مع فريقه؟ اي طبعا من ناحيه المحترفين الحمد لله احنا يعني بالذات كنادي العربي خصوصا، اتكلم عن محترفين الحمد لله، محترفين يعني قام يؤدون مستويات حلوه وقام يقدمون مستوى يعني يليق حق اسمه هو كمحترف، ويعني من المحترفين الخارجيين والله ما يعني انا تخوني الذاكره مرات يمكن ما اذكر اساميهم، لكن الاقرب هو يعني تيتي محترف الساحل من المحترفين الممتازين، ويعني عنده احترافيه بالتهديف، ويعني يعني نقدر نقول محمد هو اصعب محترفين ما فيهم شيء، اصعب مهاجم يعني واجهته هو تيتي. لا هذا يقول لك انا ما لعب ضده، لان في فتره كان متوقف هو فتره مباراتنا. اي منو اصعب مهاجم، اصعب مهاجم واجهته؟ ما لعب ضده. منو اصعب مهاجم واجهته؟ من اصعب المهاجمين اللي واجهتهم يعني خلال فتره لعبي الكابتن الكبير بدر مطوع طبعا، وايضا الكابتن فهد العنزي مهاجم نادي الكويت، يعني من المحترف من عفوا المهاجمين الصعبين اللي واجهتهم. نعم
عموما خل نريح شويه ببعض الاتصالات الهاتفيه. ابدا مع اخوي ماجد البلوي من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. صبحك الله بالخير يا اخوي ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يعطيك العافيه يا اخوي عبد العزيز وحي ابو كرم اول شيء. حياك الله. الله يحييك. حاب اتداخل موضوع الكره الكويتية. نتمنى نشوفها في دوري أبطال آسيا محترفين. شو اسمه المسابقة اللي راح ترفع مستوى الكرة الكويتية. صحيح. والاحتراف تقول لي احتراف محترف كل شو اسمها الدوريات الخليجية احتراف بمساعدة حكومية يعني ما فرقت يعني. شكرا لك أخوي ماجد، الله يعطيك العافية، ونتمنى إن شاء الله يعني مشاركة فرقنا في دوري أبطال آسيا، وإن شاء الله كلنا ثقة إن شاء الله بالقائمين على الرياضة إن شاء الله وانديتنا إن شاء الله نشارك ولو على الأقل في مقعد واحد في أبطال آسيا. جاهز اتصال ولا أروح حق محمد؟ أروح حق محمد. محمد يعني خل أرجع إلى نقطة، بما أننا تكلمنا شوية عن الكورونا في بداية الحديث، أعتقد أنت شاركت في عمل تطوعي في بداية الأزمة محمد، صح؟ مساعد شاركت أنا في حملة تطوعية اسمها الحملة التطوعية للمحاجر الصحية، مع يعني نخبة من الشباب أو الرجال المتطوعين لهذه الحملة ضد فيروس كورونا المستجد بالكويت. وكانت يعني النخبة مألوفة من رجال يعني على قولتهم تحطهم على يمناك، وأدوا واجبهم على أكمل وجه وينشد فيهم الظهر. يعني الصراحة كانت تجربة حلوة، ويعني قدرت أستفيد منها وأتعلم من أخواني الكثير. شنو كانت الحملة؟ نوع الحملة محمد شنو كنتوا تسوونه؟ هي حملة تطوعية حق المحاجر الصحية، كنا ناخذ وجبات من عدة مطاعم مشاركة بالحملة، وكنا نتطوع فيها في المحاجر الصحية اللي مسويتها وزارة الصحة في الفروانية وجليب الشيوخ وعدة مناطق. يعني منو كان معاك محمد تذكر من الشباب او من الرجال؟ والله انا ما ابي يعني ما ابي اذكر احد. لا الشخصيات المعروفه يعني لا تكون ذاكره مرات، لكن يعني كانت يعني مع نخبه من الرجال وعلى راسهم المحامي الكبير اوجه له تحيه ابو حسين علي العلي. نعم. والأب الروحي مثل ما يقولون الفنان داود حسين، أبو حسين أيضا أوجه له تحية. أنا خايف أن أبو حسين يأخذ الوجبات يأكلهم ما يوزع. لا 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 والله لا تحاتي، كان أكثر واحد يحرص على أنه يظل آخر شيء في وجبات أتوقع عشان يأخذهم. وياكم داود حسين ما تحصلون أجر، ماكو أجر ودام وياكم داود حسين. ليش؟ لا ابو علي ترى داود لا اي لا هو صدق ياكل وجبات تقول. اقول انا يعني كذي احساسي يقول انه وجبه يوزعها والثانيه ياخذها، احساسي كذي يقول ما ادري. اخذ اخوي فيصل. صبحك الله بالخير. بالخير. صبحك الله بالنور يا حياك الله. صبح عليك، صبح على العم ابو علي وعلى اللي قادم كالصاروخ تبارك الرحمن، ونتمنى نشوفه بالقادسيه مع ان ادري مالنا امل. ان شاء الله. ابو سعود انا بقول لك موقف. تفضل. بطلع شويه برا. تفضل. قبل اسبوع. نعم. سوينا اتصال. نعم. حق شخص. نعم. وهو لاعب كره. نعم. أنا بخاطري بفنيلته وموقعه عليها. نعم. ما طول أسبوع قلت لأبيها وببروزها بحطها بغرفتي. نعم. أبو سعود اليوم وصلتني وموقع بتاريخها
ما طول اسبوع. توقع منو؟ ما ادري. محمد كرم؟ جاسم يعقوب. ما شاء الله. اخت فنيله محمد كرم اللي حقها وراه ونفس البرواز. ما شاء الله. الله يجزاه خير، بروز لي اياها ما طاف اسبوع وكتب لي هداء وحط التاريخ. خلي تعلمون اخواننا ولاعبينا اللي الحين. كفو. لا لا ترفع نفسك عن الناس. جاسم يعقوب الكبرى ولا قصور بالجميع، كاي هذه الفنيله نفسها. تستاهل والله يا اخوي فيصل. وجاسم يعقوب اسطوره من امنياتي. يعني ما قالوا اسطوره من فراغ، يعني جاسم يعقوب قالوا اسطوره بسبب هالتصرفات والافعال، وما ما اخذ حب الناس الا بسبب هالافعال. وانت تستاهل يا اخوي فيصل. انه محشوم وغيره من اللاعبين. محمد الحين الله يعطيه الصحه والعافيه وان شاء الله يكمل. يا محمد اياك والغرور. انا صبي صغير اسمي جاسم يعقوب عمي. نعم. باقل من اسبوع وبكرونه يبروز لي اياها. انا قلت له انا ببروزها، بروز لي اياها وكتب لي كلام عليها. تستاهل. اياكم الغرور يا شباب. جزاك الله خير على النصائح. مشكور مشكور يا اخوي فيصل. وان شاء الله محمد ما ينغر. ونصيحه ابو علي ايضا لمحمد عدم الغرور ان شاء الله. اخونا فيصل تطرق للنقطه، هل يعني ما عندك مانع تلعب في نادي منافس محمد؟ يعني البعض يقول والله هذا احتراف واذا ياني عرض والفلوس يعني بالتاكيد ومستقبل لازم امن نفسي، ولا في يعني خلاص ودك بديت مع العربي بتكمل مع العربي وتنهي مشوارك مع العربي؟ ابو سعيد شوف، انا هالسؤال هذا دائما يتكرر عندي، دائما يسالوني يعني شارع رياضي او مثلا حتى هني بالديوانيه عندنا يعني يتكرر السؤال هذا، هل انت تروح ممكن تروح نادي ثاني او مثلا نادي منافس على قولتك. طبعا انا الحمد لله العب بنادي العربي حاليا، وانا لاعب بنادي العربي، يعني ما افكر في هالامور كثير. يعني انا كنت افكر او احلم من انا صغير ان انا اكون لاعب او احد يعني اعضاء نادي العربي. يعني زين خلنا من القادسيه يعني. والكويت وكاظمه، ودك تحترف برا مثلا في السعوديه، في اوروبا، في قطر، في الامارات؟ اي طبعا، هذا يعني كل شخص يتمنى هالشغله هذه، يعني كل شخص يتمنى الاحتراف، وانا اتمناه يعني يكون بالكويت قبل لا يطلع برا. يعني الاحتراف هذا يعني امر واجب. زين منو النادي الاوروبي اللي ودك تحترف فيه؟ أنا أفضل إني ألعب برا. النادي الاوروبي اللي ودك تحترف فيه؟ شوف النادي الاوروبي اللي ودي احترف فيه طبعا النادي اللي اشجعه يعني. اي نادي؟ اي انا مدريدي. اي اي النادي يعني ما في احد ما يتمنى يحترف فيه طبعا. والله ان شاء الله ان شاء الله نشوفك في مدريد تحترف يا ابو جاسم. تاخذون الدوري ولا صعبه؟ لا خالصين الدوري خالص. اي اكيد الدوري مدريد ما دام الفار والحكام وياكم اكيد خالصين يا محمد. لا لا اي حكام الله يهداك. خل اخذ اخوي مضحي. مضحي صبحك الله بالخير. الو تفضل يا مضحي. مرحبا. مرحبتين. صباحكم الله بالخير جميعا. صباحك الله بالنور. مرحبا ابو علي. هلا والله الله بالخير. هلا مضحي. هلا مرحبا. هلا فيك. شلونك؟ منور منور يا مضحي. النور نورك يا باكر. شلون الاولاد؟ وطبعا الله طول عمرك الله يعزك. باللاعب المميز محمد صفر صراحه من اشد المعجبين فيه، والامانه انا من زمان من بدايته مع في النادي العربي اللاعب مميز وما لي مكان للامانه. ففي شقين لو تعطيني فرصه. تفضل. لو تعطيني بس فرصه. تفضل. اي والله في شقين من ايام السمعه الاتشاوريه عند مدير عام الهيئه. نعم. وغروا انه يمكن ممكن يبدون تكمله الموسم. نعم. يا جماعه انا اقول لو يلغى الموسم احسن. شوفوا الحالات هالايام كسرانه، وفي انديه كم نادي طلع فيه لعيبه فيهم كورونا، يعني هذول لو تحجرهم يبغى لهم اسبوعين.
والاعداد تزايد في الوضع هذا، الله ينشر منه. يعني ممكن ان شاء الله يعني ممكن هو ممكن يطول، ما ندري عن وضعه. المفترض انه يلغى الموسم هذا. نعم. والشغل الثاني، الجار متصدر دوري درجة الاولى وفرق قسم كامل، فانا سمعنا بالاول الاخير ان الشركه قال الاتحاد ما عاد في مكافأة للفريق الاول، يعني هذا الموسم هذا تلغى نتائجه. يعني شلون يلغى نتائجه وماكو مكافأة ويكملون الاربع مباريات؟ فحرام المجهود الجار يروح يعني هباء عن يعني المحترفين وخسروا النادي. يعني المفترض ان يعطونهم مكافآت. نعم. حق طيب. الشركه ودنا التوضيح ابو سعود، ويعطيكم العافيه ومشكورين على استمراركم. مشكور مشكور يا اخوي مضحي. نتمنى الاتحاد ان شاء الله يوضح في هذه النقطه، واحنا تطرقنا لهذا الامر وامس انا يمكن تطرقت وقلت من الافضل ما دام الدرجه الاولى، يعني ما دام بيصير دمج خلاص الدرجه الاولى لا يلعبون الفرق مبارياتهم. عموما اخوي محمد ابو جعفر يقول سلامي لك ابو سعود واللاعب الكبير الكابتن محمد كرم، زين عنده سكايبي؟ لا عنده، لا تحاتي جاسم دائما متواصل ويانا وهو اللي يضبط لنا الامور ولده. واللاعب الصاعد المتألق محمد صفر ربي عافي ويطلع سالم، وهو مستقبل النادي العربي والمنتخب الوطني بالمستقبل، الله يوفقه. واليوم الحلقة عرباوية بحتة وعدنا نبي حلقة قدساوية، أبشر إن شاء الله نرتب حلقة قدساوية. محمد أبو علي، النقطة اللي ذكرها أخونا مضحي، هل بالفعل يعني ما أدري هل تؤيد إلغاء الموسم؟ ابو سعود على اللي قاعد يصير الغاء انت، هو هما خربوا الدوري الاتحاد، يعني الغي افضل. عاد الكلام مضحي، لو تلغي افضل لك وتكمل وتبدا الموسم الجاي، لان انت الحين سويت بتلعب اربع مباريات بعدين بترد دمج، عشان حقه تلعبهم. يعني احنا اول شيء معترضين على ان الدمج تكمل الدوري ويبين منو دوري الممتاز اللي يلعب بالممتاز ومن باقي المباراة، يعني حاطين عذر من ضمن الكلام انه والله في انديه محترفينها راحوا، خليه يروح محترف، شو المشكله؟ الغي دوري واخربط الدوري وكل شيء عشان والله نادي محترف رايح منه؟ هذا مو عذر، هذا كلام غلط. عدل ولا الغي وابدا ابدا بالموسم الجاي، شهر 9 شهر تبتدي شهر 9 ولا بتاع كاس حضر صاحب السمو وابدا الموسم الجاي، لان انت اول تالي بتروح دمج، مع ان احنا ضد الدمج ولازم ما يصير الدمج. نعم. لازم نكمل والدرجتين ولو الثاني كلام. نعم. مضحي عدل لا كذي. نعم. خربت الدوري انت. نعم. محمد انت عندك كاسكو بالبيت بالديوانيه ولا ها محمد؟ محمد صفر. هلا والله. تقول كاسكو؟ ما ادري كاسكو ما عندي انا. والله قاعد نسمع صوت عصافير، صوت ما عند ابو علي عندك انت صح؟ ايه صح. والله ابو علي صح، عشان احط لكم شويه اصوات حلوه بدل ما صوتك المزعج يا ابو سعود، اصوات عصافير اصوات. والله ازعجنا على اسم بعد الصبر يتفاعل بالش اسمه باللابتشين، هل يتفاعل بالعصافير؟ يتفاعل بالكواسكو. زين ورنا خلينا نشوف وين العصافير، ورنا حطوا الكاميرا خلينا نشوف. لا لا ما تشوفهم ممنوع. زين يبهم يبهم خلينا نشوفهم. اي والله العاده اشيله بحطهم داخل، نسيت احطهم هذا. زين يبهم خلينا نشوفهم على الاقل وينهم. نسيت اذا قمت بعد ما اعرف ارد، اذا قمت ما اعرف كل شيء يتخربط، هالسكايب ما شكله يتخربط، خلي قاعد شيء ثابت مكاني. زين شنو شاريهم هذيل ولا هديه ولا شنو؟ ما حلم ويا. لا الحجيه شاريتهم. ما اعرف اشتري الطيور. ايه زين على طار الحجيه خلينا نوريك صوره، بس مو صوره الحجيه طبعا، بنوريك صوره. شوفوا ويانا يا الساده المشاهدين. اي طاعه من هذا الوالد؟ ايه هذا من ابو علي الوالد هذا الله يرحمه. ايه الله يرحمه مع 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 الكاس، كاس ولي العهد كنا صح؟ ايه كاس ولي العهد تغذيه. اي سنه هذه ابو علي؟ والله ما ادري. شلون ما ادري؟ وين طالعين هالصوره؟ انا اول مره اشوفها. والله بعد احنا ندور شو اسمه شغلات المخفية. من وين تجيبون هالصور؟ احنا ما عندنا منها. الله يرحمه ان شاء الله. و الله يعني سولف لنا على الوالد شوية، هل كان عصبي؟ هل
كان يعني مثلا يتابعك يروح مبارياتك، كله ما له شغل بالمباريات كلها، ما يدري ان الله يرحمه ما يدري انه يلعب كره، لا راح المسجد ولا راح هذا، يقولون له ترى ولدك يلعب كره، ما يدري انه يلعب كره، وين يتابع لا يتابع ولا شيء، ما يدري انه يلعب كره، اللي يشوفونه مثل بالمسجد ولا بالسوق يقولون له ترى ولدك يلعب كره، ما يدري ولا يلعب كره. طبعا هو درى انك رحت كاس العالم ولعبت كاس العالم. لا ما يتابع ما له شغل بهالامور كلش. ولا درى انك رحت كاس العالم؟ شلون؟ ما درى انك رحت كاس العالم ولعبت في كاس العالم؟ ولا يدري عن شيء، ما يدري عن الامور، الكره ما الكره بعيد عن الاشياء. شنو هواياتك؟ المسجد وعند الدكان، بالدكان بس، لان ابوي دش غوص وسفر. ايه فعقب ما رد الغوص فتح له دكان، عاد بالدكان والدكان المسجد، بس بالمسجد للبيت. شنو بيع بالدكان؟ الساعة تسع طول عشر نايم. شنو بيع بالدكان؟ شنو بيع بالدكان؟ دكان شنو؟ اقمشه دكان اقمشه بسوق المعجن المعروف. ايه والحين راح الدكان؟ غيب سنين، بعد سنين هد، بعد خلص هد الدكان من سنين، كان يم البحر طبعا، كان بالبحر قوس وسفر، عقب ما هذا فتح له دكان وبعدين ريح خلاص. الله يرحمه. محمد الوالد محمد يعني يتابعك، يحرص مثلا يقول ملاحظاته، يوصيك في امور يعني يتابعك فيها الوالد، ولا هم نفس ابو محمد كرم الله يرحمه؟ لا رياضي ابو. لا بالبدايه انا طبعا الوالد ما كان يتابع، يعني هو اساسا مو متابع يعني حق كره القدم وكذي، ما عدا المنتخب، يعني هو يحب يشوف المنتخب دائما. اما يعني هو عرباوي بس قديم، يعني كان يطالع العربي قبل، اما حاليا لا، فتره اللي انا صعدت فيها هني بلش يطالع مره ثانيه، ما كان يتابع هو، يعني حتى بالمراحل السنيه ما كان يتابعني يعني. نعم. كان وايد لاهي مع الجودو اكثر، وما يعني ما مو من النوع اللي يحرص مثلا حضور مبارياتك. لا حاليا بلى، حاليا يعني مثلا ينطر متى مباراتك، ها مثلا تلعبون ضد منو، شو الوضع عندكم، ما شنو يقول لي انا بعض الملاحظات، يعني يعطيني مثلا شد على جسمك بعد، تمرن اكثر، وحتى خلال فتره الحظر الكلي. نعم. بدايه الحظر كنت تحديدا انا تمرين هنا في البيت تحديدا. نعم. طيب يعني احنا تقريبا بنقرب الى النهايه، ابو علي اذا 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 بتقدم نصيحه حق محمد صفر، شنو النصيحه اللي تحب تقدمها له؟ وانا نفس الكلام يعني اللي قلته بالبدايه، يمكن اضيف عليه شغله واحده، ان محمد اول شيء انت قاعد تلعب نادي كبير، نادي العربي، نادي جماهيري، يعني انت يمكن كل لاعب يتمنى، عشان تقول انا منحاز حق العربي، كل لاعب يتمنى يلعب نادي العربي والقادسيه، يعني مع احترامي للكويت وكل نادي كبير، كبار كل الانديه كبار عندنا، لكن كانجازات نتكلم مثل الكويت، كاظمه، السالميه، عندهم انجازات فيعتبرون نادي، لكن نادي العربي والقادسيه يتميزون بالقاعده الجماهيريه الكبيره، فانت تلعب بنادي كبير، فاستغل هالفرصه هذه. نعم. انك تصير لاعب مميز، انك توصل المنتخب وعندك طموح، فهذه لازم تستغلها. ومثل ما قلت هذا الشيء راجع لك انت، يعني مو لا ماكو احد ترى يعطيك فرصه، مدرب هذا يعطيك فرصه، فريق يمكن يساعدك داخل الملعب، لكن الشغله بيدك انت، يا تصير لاعب تكمل يا تنتهي، هذه الشغله بيدك انت، انت تتحمل المسؤوليه، واذا انتهيت مشكلتك. نعم زين. واذا كملت هذا الشيء منك انت، فانت قاعد اقول لك تلعب نادي جماهيري، فهذه فرصه ذهبيه انك تستغلها بنادي مثل النادي العربي. احنا عندنا اتصال نختم فيه الحلقه. ابو علي اسمح لي نقول صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، يا هلا ومرحبا، هلا ابو سعد مسعود، يا حياك الله، شلونك؟ طيب عرفت ابو علي؟
أبوه هذا صوت أبوه. لا حبيبي صوت أبوه صوت أبوه هذا أي والله بين. صدق محمد ما عرف صوت أبوه. أقول أقول لا 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 إله إلا الله ما شاء الله حتى أنا ما حتى صوته حتى صوته صح حتى صوته في عضلات. محمد ما عرف صوت أبوه. صباحك الله بالخير. طبعا ما لا أعرف أبو علي حبيبنا هذا أخوه. صباحك الله بالخير. طبعا معنا والد اللاعب محمد صفر. حياك الله يا أبو علي. وإحنا سعداء بالمداخلة والمشاركة ونهنيك صراحة على على يعني أخلاق هذا اللاعب بالملعب. إحنا ما ندري برا الملعب لكن واضح من الأخلاق داخل الملعب ما شاء الله أنه يعني صاحب أخلاق عالية ويعني صاحب تربية والنعم نعم. فيها والله. شوف الأخلاق مسعود أمانة أكون صريح معاك يعني والدته هي اللي اهتمت فيه وايد والنعم فيه. إيه والله والدته هي اللي كانت يعني احنا عندنا مثل ما تقول نظام في البيت نعم. يعني أنا أشتغل والوالدة والدتها هي اللي تهتم في البيت أكثر مع العيال. هي ربت عيالي واللي كبرتهم واللي سوت لهم واللي اهتمت فيهم وايد الحمد لله لأن ما خليتها تشتغل وخليتها في البيت. وأنا طبعا شغلي بالدوام وكنت مع أبو علي حبيبي. أبو علي هذا يعني لفضل علي أنا ما أنت لا بالعكس أبو علي. إيه والله يعني وايد أخو يا أبو علي. إيه طبعا أبو علي أنت حبيبي والله يعني وايد عزك أمانة من غير أمانة. وبخصوص محمد ولدي يعني في البدايات تعرف أنا كنت أنا مشجع العربي من زمان نعم. أحب أتابع العربي من وأنا صغير نعم. عقب ما شفت يعني ما في اهتمام وكذي وهذا فولدي قال أبي العربي أروح أبي العربي. أنا ألعب طبعا بالسالمية نعم. بطل الكويت الجودو بطل آسيا والحمد لله بطل عرب بطل خليج ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. بس بعد ولدي قال أبي العربي فروح توكل على الله. يعني مو عاجبك الوضع في نادي السالمية كان وقتها؟ لا من أي ناحية عفوا؟ ما أدري أنت تقول أنا ألعب بالسالمية ونادي السالمية بس ما خليته يروح السالمية خليته العربي. لا 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 آه. هو 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 يحب العربي يعني مثلي أنا عرباوي. إيه؟ أنا عرباوي بس أحب ألعب بالسالمية لأن مستوى الجودة في السالمية مستواهم عالي كان ذيك الأيام نعم زين. وانا من يعني مشجعين العربي بس شنو هم كنت العب بالقادسيه اتمرن بالقادسيه وهذا يعني ربعي كله بالقادسيه مو معناته ان اشجع العربي. لا ما لي علاقه في الانديه الثانيه. لا الحمد نعم. لله عندي علاقه مع الانديه الثانيه وايد نعم. بس ان ولدي قال ابي اتوجه على الكوره فتوكل نعم. على الله بروح العب كوره وسجل هناك والحمد لله توفق. لا وانا ابو سعود يوم دربت بالسالميه دربت ايه. فريق السالميه الفريق الاول كان ابو علي كان مدرب جودو بنادي السالميه نعم. كان وحتى غرفه تدريبهم على الملعب يعني كنت اشوفه بالملعب وهذا نعم. فهو كان مدرب جودو وانا كنت مدرب فريق الاول نعم. بنادي السالميه نعم. فتره ابو علي احنا نقول لك خطاكم السوء بعد ايضا بخبر اصابه محمد. تفاجأت بالاصابه صح ما كنت متوقع. لا والله لان شنو قبل اسبوعين قال لي انا مسخن حجرناه احنا بالغرفه بروحه إيه؟ لما الحمد لله تشافه. بس امس يوم سوى المسحه بالنادي فقالوا له انت في كورونا. سالنا بعض الناس مختصين قالوا ما دام هو مرض وتشافه ان شاء الله يعني ما راح ترجع للاصابه هذه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي الحمد لله يعني كل الامور طيبه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. اهم شيء انتم ديروا بالكم على نفسكم ايضا لا ان شاء الله مشكور شيء ان شاء الله لا سمح الله. مشكور يا ابو علي على المداخله وتشرفنا مشكور. وتشرفنا بوجود ولدك صراحه ومره اخرى نهنيك على هذا الولد الله يحفظه لك باخلاقه بادائه في الله. الملعب الله. انا عيالي ترى كلهم ابطال ترى على فكره ما شاء الله ما شاء الله يعني عندي علي ما شاء الله بطل الكويت وبطل العرب عندي فاضل بطل الكويت بطل الخليج عندي مصطفى بطل الكويت عندي الصغير مهدي ابطال كلهم ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين فضل من الله الله يخليهم الحمد. لك الله يخليهم لك شكرا لك يا اخونا الكبير ابو علي والله يحفظكم ان شاء الله من كل مكروه. محمد انت بتقول شيء في الختام شو يقول بعد لا والله عنده اعمال يمكن بيسويها بعد قبل الختام اعمال بعد اعمال حاط علي العنب علي لأن لأبوك يطقنا أبوك لا يطقنا أبوك
معضو معضو مع العيال وتحط الحرة بمحمد الحين. لا والله أول شيء طبعا بالختام أحب أشكركم على الاستضافة الحلوة هذه، وخصوصا طلعت مع العم أبو علي الله يسلمك. يعني أنا طبعا أعتبره كقدوة العم، وكلامه مؤثر فيني الصراحة، وإشادته شهادة أعتز وأفتخر فيها طبعا. نتشرف الحمد لله إن شاء الله نكون خفاف عليكم، ويعني ما نكون مقصرين. وبالنهاية أحب أشكر جميع من يعني ساهم من خلال أعمال تطوعية أو غيرها من أعمال كوظيفة خلال فترة كورونا، من الصفوف الأمامية أو الأولى مثل ما يقولون، إلى يعني المحجورين أو يعني اللي قام يساعدون الصفوف الأولى اللي هم المواطنين والمقيمين، أحب أشكرهم، ويعني كلمة شكر لا تفي بحقهم. نعم. لكن من خلالكم أنا لازم أشكركم، أشكرهم، وهذا واجب. نعم. زين ممكن تعطينا، يقولون صوتك حلو محمد، ممكن تعطينا شيء بالختام؟ مشكلتي مريض سعيد، ما في. اوكي شكرا لك يا اخوي محمد صفر لاعب النادي الاهلي، اجر وعافيه ان شاء الله، وما تشوف شر، ومشكور على يعني قبولك الدعوه ووجودك معنا على الهواء، والشكر موصول للاخوان في الجهاز الاداري على راسهم اخوي علي مندني ايضا، ابو عبد الله اللي ايضا اعطانا الموافقه، ونشكره الشكر الجزيل. فكل الشكر لكم يا اخوي محمد، شكرا لك كابتن محمد كرم ايضا، الله يعطيك العافيه، وإن شاء الله نلتقي معاكم في لقاءات قادمة. خلنا ننتقل الآن لفقراتنا المنوعة. عندنا فقرة اليوتيوب اليوم كالعادة، اخترنا لكم شيء لعشاق ليفربول اللي خذوا الدوري مو بذراعهم، نشوفها مع بعض. فرحة لاعبين ليفربول كانوا يتابعون المباراة، مشكلة تشامبرلين يسوي كذي وويليان اللي مقول، شلون كذي وويليان مقول على سيتي. عموما خلينا ننتقل لبعض المواضيع ايضا، بما ان قبل لا اتكلم عن هالنقطة، بما ان اتكلم عن ليفربول، خل اشكر الاستاذ القدير عارف العواني. طبعا انا بوضح نقطه، الاخوان في الامارات الشيء المميز فيهم اختيار قاده للرياضيين، يعني قاده للرياضه اختيار موفق. انا احتكيت مع صراحه شخصيات تحس ان عندهم فكر رياضي، مخ رياضي، وارجع واكرر الاختيار لهؤلاء الاشخاص يعني مو عبث، يعني والله عارف يجي يقعد ويانا بالدوانية، لا واسطة، لا لا لا، ما عندهم الأمر. يعني هذا اللي شفته أنا، قعدت مع أمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية السابق أعتقد شيء عبد الملك، يا أخي تقعد مع شخصية مثقفة. قعدت مع الأستاذ محمد خلفان رميفي أكثر من مرة، لا لا، مخ تحس يعني بالفعل تحس أنه قاعد مع قائد رياضي. قعدت مع الأستاذ يوسف السركال الله يذكره بالخير، يعني شخصيات بالفعل يعني تحسك أن اختيار القادة الرياضيين في الإمارات يتم عن دراسة مستفيضة، مو أي شيء، مو أي كلام.
منهم ايضا الاستاذ عارف العواني اللي هو امين سر مجلس دبي او مجلس ابو ظبي الرياضي. الاستاذ عارف مغرد تقريده حط الفيديو اللي طبعا تكلمت فيه وقال هارلك جمهور مان يونايتد وايد زعلانين كيف الحال. يعني شوف حتى التعليق تحس ان انسان شوف الباجي شو معلقين اللي ما ادري ايش يقول واللي يدش بامور ثانيه واللي يتكلم تحس هذا شخص يعني حتى لما ترد عليه تستحي انك ترد باسلوب يعني اخر، لازم ترد عليه بنفس الاحترام والتقدير والمكان اللي يحظى فيه هذا الرجل عارف العواني. اصب عليه بالخير. وانا والله يا اخوي استاذ عارف ترى انا مو مشجع لمان يونايتد، بس لان هالليفربوليه اذونا فريق اسطوري ودوخونا فريق ما ادري شنو، فحبيت ارد عليهم. انا مشجع لفولهام، وفولهام ترى تاريخيا ترى نفس ليفربول. خلي انجازات، هذا متاسس 1891 او 92 ليفربول، وفولهام متاسس 1896، يعني الفرق 4 سنين، هذا بلندن وهذاك بليفربول. يعني حتى المدينه تفرق، هذا بلندن وهذاك بليفربول. يعني شفت الفرق بين فولهام وين وليفربول وين؟ المدينه هم تلعب دور يا استاذ عارف، ولا ايش رايك؟ لكن ما اقدر اعلق اكثر لان تعليقك صراحه يخجلني يعني. واصبح عليك بالخير والله يوفقك ويوفق الاخوان في مجلس دبي، عفوا مجلس ابو ظبي الرياضي. احد الاخوان دز لي صوره تذكره، وهذا الشخص طبعا انا ما اقدر اذكر اسمه بناء على يعني توصيته لي. دز لي تذكره مباراه اعتزال اللاعب الكبير عبيد محمد الشمري. شوف التذكره كانت في 13/5/98 المباراه بين العربي والقادسيه استاذ محمد الحمد. طبعا القصد من هذه، شوف سعر التذكره دينارين. على فكره ترى للحين يمكن اسعار الاعتزال للحين ما تغيرت، يمكن نفس السعر. الناس طوروا واحنا وترى نفس، يمكن نفس ورقه بعد تلقى التذكره نفس الشيء، يمكن بس الدعوات شويه تكون مختلفه، لكن التذكره نفسها ورقه وتنشق. الله يرحمه طبعا، من الشخصيات اللي تعلمنا منها الكثير لما كان وزير الاعلام الله يرحمه الشيخ سعود ناصر الصباح. يعني هم ارجع اكرر، شوف الشخصيات اللي كانت في 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 مجال الوزاره، هذا الرجل تعلمنا منه الكثير. عموما اللي بذكره في النقطه ان هذا الشخص اللي داز التذكره يبي فنيله عبيد الشمري وعليها توقيع عبيد الشمري، ومستعد على كلامه يدفع فيها 400 دينار. ابو محمد صبحك الله بالخير، هذا محب لك يقول يبي فنيلتك رقم 8 ومستعد يشتريها ب 400 دينار حسب كلامه. ايضا موضوع ثاني، امس تكلمنا عن الاستاذ مطلق نصار وموضوع المليون دولار خاصه في الاتحاد القطري ومشاركه خليجي 24. الاستاذ مطلق مشكورا اصدر توضيح. ايش قال الاستاذ مطلق؟ بعد تنظيم الكويت لخليجي 23 لم يقوم الاتحاد الكويتي بتحويل مبالغ تسويق البطولة المتفق عليها للاتحاد الخليجي، رغم وعود المتكررة بإرسال المبالغ وفق عقد رسمي، لأن الاتحاد الكويتي أخل بها وعليه تم حرمانه من مبلغ المليون دولار المقدم للاتحاد القطري ومنا لهيئة الرياضة للتحقق. أنا أبي أدخل حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبشوف هل علقوا على موضوع الاستاذ مطلق نصار ولا ما وضحوا. طبعا هذا حساب الاخوان في الاتحاد، تغريده الاستاذ مطلق كانت الصبح فجر يوم الجمعه. اليوم احنا دخلنا يوم السبت، طبعا الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم ما في اي تعليق، ما في اي توضيح. اتمنى مخرجنا بس يحط المشكور. هذا حساب الاخوان في الاتحاد، حتى الان ما في اي تعليق. انا يمكن بعذر الاخوان لان يمكن عندهم اثباتات، عندهم اوراق، عندهم مستندات يبي ينشرونها في الرد، ممكن. لكن خل نفترض، لو فرضنا ان الاتحاد ما رد وفرضنا ان كلام الاستاذ او تغريده الاستاذ مطلق صحيح، الان يعني اليوم الاتحاد القطري ما دام ما سلم المليون دولار معناتها المبلغ مليون دولار المطلوب، لان لو اقل طبيعي راح يعطيه، مثلا لو 500,000 بيعطيه 500 وبياخذ ال 500، لو مثلا 750 بياخذ ال 750 ويعطيهم 250.
لكن ما دام حجب المبلغ كامل معناته المبلغ مليون دولار ويمكن اكثر، صح يا اخوان؟ هذا المنطق لو كان كلام الاستاذ مطلق نصار صحيح. انا قاعد اقول لو كان كلام صحيح. زين الان منو اللي حقق في هذا الموضوع؟ المبلغ الان مفترض يروح حق الاتحاد الخليجي، منو اللي حقق؟ هل الاتحاد الخليجي يرسل محققين ويحققون وين راحت الفلوس ولا مو من حقهم؟ هل الهيئه العامه للرياضه دكتور حمود فليطح، دكتور صقر الملا، اخوي علي مروي مدير الهيئه مدير الماليه، هل هم اللي يحققون في الموضوع؟ وين راح المبلغ؟ هل معالي وزير الشباب الحالي طبعا هو اللي يحقق في هذا الموضوع؟ هل الاتحاد الكويتي لكره القدم، لانه وقته كان اعتقد ما كانوا نفسهم الاعضاء، كان اعتقد الشيخ احمد اليوسف وكان اللي ماسك اللجنه المنظمه اعتقد دكتور مشعل ربيع، هل هم اللي يحققون في هالموضوع دكتور مشعل والشيخ احمد؟ هل الان الاتحاد الاخ صلاح الجناعي يعني هل الموضوع يروح حق نزاهه مثلا يعني ما ادري صراحه. انا اتمنى يفيدونا لو ارجع اكرر لو كان كلام الاستاذ مطلق نصار صحيح. احنا بانتظار توضيح الاخوان في الاتحاد والرد على تغريده الاستاذ مطلق نصار. قبل اختم ما عندي وقت بس خل اعرض نتيجه فزورتنا يوم امس ونذكر بس فزوره او مسابقه الاخوان في انستغرام. هذه المسابقه خلينا نقول المسابقه اللي تقام في حسابهم وتعرض في حساب الاخوان في انستغرام هايجين اندرسكور كي يو دبليو، والمسابقه عباره عن الجائزه عباره عن 100 دينار. نتمنى تشاركون معاهم وتزورون حسابهم في الانستغرام لعشاق الانستغرام. بالنسبه لفزورتنا يوم امس الكل هم عرف الاجابه الصحيحه، واضح ان الاخوان ما شاء الله يعني مو يعني ما نقدر نخدعهم يعني، مع ان كنا نقول ترى التشكيله قديمه الاسماء قديمه لكن الاخوان عرفوها. مسابقتنا وفزورتنا كانت امس منو هذا المنتخب؟ ما شاء الله كثير من الاخوان حتى ارسلون لنا الاسماء، مو بس اسم المنتخب، والمنتخب طلع منتخب هولندا الاجابه الصحيحه. وهذه هي التشكيله اللي واضحه امامكم. اللي فاز معانا صاحب الحظ السعيد الهندال، الاسم الهندال، اتمنى يراسلنا على الخاص ويرسل معلوماته وبياناته. وصلنا الختام، خلي مسابقتنا الباكر ما عندي وقت، الاخوان يقولون تاخرنا. شكر لرعاة وداعمينا شركة ونرز العالمية، معقمات هايجين مياه الترا، شكر لمعرض دير اندير، شكر لمعرض اسد الملابس الرياضية، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاء جيفوفوزيوس في الكويت، شكرا لمحمد صفر، شكرا لمحمد كرم، شكرا لعبد الله يوسف اللاعب البحريني اللي دخل معانا، شكرا لسعادة سفير الكويت في التشيك في براغ سيد راشد الهاجري، ايضا تشرفنا بمداخلة منه واسعدنا تفاعله مع الرياضيين في التشيك. وان شاء الله تحصل لنا الفرصه ونزور عبد الله يوسف في سلافيا براغ، ونزور ايضا سفارتنا في براغ وسعاده السفير راشد الهاجري. كل الشكر لك، نلقاكم باكر، مع السلامه.